السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه هي أهم المصادر الغنية بالحديد؟ هنتعرف النهاردة عن أهم المصادر الحيوانية والنباتية الغنية بالحديد، كمان هنتعرف على الاحتياج اليومي من الحديد للرجال والنساء. إيه أهم المصادر الحيوانية الغنية بالحديد؟ الكبدة والأحشاء الداخلية من الحاجات المهمة جدا وبتعتبر من أهم المصادر الغنية بالحديد. صفار البيض برضو من المصادر الغنية جدا بالحديد، لأن كوب من صفار البيض بيحتوي على 3 ملي جرام من الحديد. اللحوم الحمراء ولحم البقر والدجاج، المأكولات البحرية زي المشروم والرخويات والسردين والتونة والسلمون. طب ايه هي اهم المصادر النباتية الغنية بالحديد؟ هتلاقي عندك البقوليات زي العدس والفول والحمص والفاصوليا واللوبيا، هتلاقي عندك الحبوب الكاملة زي الشوفان، هتلاقي عندك السمسم وبذور الكتان، المكسرات زي الكاجو واللوز والصنوبر، السبانخ والقرنبيط والكرنب والبروكلي والطماطم والمشروم والبطاطا، الزعتر والشوكولاتة، الفواكه وخصوصا المجففة زي الخوخ والتين والمشمش والعنب. كمان عصير الخوخ وعصير البرتقال من الحاجات الغنية جدا بالحديد. طب ايه هو الاحتياج اليومي من الحديد؟ الرجال محتاجين يوميا 8 ملي جرام من الحديد، والنساء ما بين سن 19 ل 50 سنة محتاجين 18 ملي جرام من الحديد يوميا، النساء الحوامل محتاجين 27 ملي جرام من الحديد يوميا، المرضعات محتاجين 9 ملي جرام من الحديد يوميا، والاطفال ما بين سن 4 ل 8 سنوات بيحتاجوا 10 ملي جرام من الحديد يوميا، والاطفال من 9 الى 13 سنه بيحتاجوا 8 ملي جرام يوميا. الحد الاقصى المسموح به للحديد يوميا 45 ملي جرام للبالغين، وممكن تزيد للمصابين اللي عندهم انيميا او نقص الحديد. علشان كده هتلاقي نص كوب من السبانخ بيديك 3 ملي جرام من الحديد، نص كوب من الطماطم ممكن يديك 2 ملي جرام من الحديد، نص كوب من العدس بيديك 3 ملي جرام من الحديد، 85 ملي جرام من الشوكولاتة الداكنة بتديك 7 ملي جرام من الحديد، كوب من عصير الخوخ يديك 3 ملي جرام من الحديد. كده يبقى احنا عرفنا ايه هي المصادر الحيوانية والنباتية من الحديد، وتعرفنا كمان عن الاحتياج اليومي للحديد للرجال والنساء والاطفال. الفيديو اللي جاي مهم جدا للناس اللي بتاخد حديد، هتلاقي معظم الناس بتاخد الحديد بطريقة غلط، هنتكلم عن 12 نقطة مهمة جدا ونصيحة مهمة جدا للناس اللي بتاخد حديد عشان ما يحصل لهمش مشاكل وعشان ياخدوا الحديد بطريقة صحيحة. ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، ما تنساش تشارك الفيديو مع اصدقائك عشان يستفادوا بالمعلومة اللي فيه، وكمان ما تنساش تشترك في القناة اللي هسيب لك الرابط بتاعها في اول تعليق تحت الفيديو. اتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.